راح تنعاون الام تاعي كانت تكنس فورسيت شويه طرتك الموشابالي دارت لي قالت لي حط كلش ولا ماكش فايق بروحك غير ما جبتوش لي والو قلت كسر لي كلش. والده الام تاعي هي اللي دعمتني بزاف وهي اللي كانت مامنه بهذا الحلم هذا اللي كان عندي. راك تسمع فيها صون مليح هكذايا. بوشموع بوزيد 38 سنه مدرب محترف ومقدم حصه تلفزيونيه رياضيه. مير انت لازم ديك تجري كيلومترات وكيلومترات. علاقتي بالرياضه كانت من بكري. بكري انا امارس رياضه درت بزاف رياضات كل مره واش درت منها السباحه منها كره القدم كما جميع الجزائريين كره السله ملاكمه ومن بعد ليزيتود تاعي كانوا ماشي كاع في الرياضه كنت ندير درت المدرسه تاع المهندسين في الاشغال العموميه درت ماستر في الماناجمنت ومن بعد درت ديزيتود في السبور بعد قلبت حياتي كومبليتمون وليت مدرب في الرياضه في 2014 بديت ندرب دي شكون دي بروفيسيون شنو ندرب معليش فرونسي ومن بعد بديت دي فورماسيون و 2014 لقيت روحي بديت مهنه جديده اللي هي مدرب رياضي. التجربة تاعي اللي كانت في غابة بوشاوي بتدريبة المجانية اللي كنت نديرها بالجمعة صباح بدأت بطريقة عفوية كنت نروح مع أصحابي شاك فوندرودي كل جمعة صباح نروح نديرو فوتينغ ونديرو دي زيكزيرسيس ومن بعد الشعبية تاعي كانت بدأت تزيد في مواقع التواصل الاجتماعي. التدريبات هذه كانت مجانية سنين عديدة. عندي ولد منصف في عمره 7 سنين ملي كان صغير كنت نجيبو لاصال لي زاديرون تاعي ولي كليون تاوعي كاع يعرفوه يونطريني معاهم ويونطريني معايا مام التدريبات المنزليه من ذاك يجي حبي عندني ويقعد هو يديرها لعبه مع الوقت الرياضه هذه راهي دخلت له في قلبه. ما تخافوش على العضلات تاعكم ما عندهم وين يروحوا نكملوا الحجر ان شاء الله نلقاهم يسنوا فينا. لاصال المتدربين تاعي من ذاك نقصوا عليهم نزيرهم شويه مي اليوم كي يكونوا في الدار هذه القصوى هذه ماش راح يحسوا لها هما لازم يقصوا على روحهم. الحياه ما تحبش كي نقعدوا في الدار بنفس النشاط والحيويه نقدروا نعيشوا حياتنا. لقيت بزاف لي دوموند الناس تبعث لي ميساج تقول لك كوتش راني في الدار راني حايبه مونتشيان ولا كوتش راني في الدار راني حايب نكاردي لي ميسكل تاعي حاب كيفاش نونتريني. هذه البرامج التدريبيه هذه لقات تفاعل كبير في لي ريزو سوسيو. في الحجر الصحي راني ندوز لا جورني تاعي نكونيكتي لا بليبار دو طون نريبوندي على الاسئله باسكو نتلقى بزاف 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 اسئله. الحاجه الاولى كي يخلص الحجر الصحي اللي نقدر نديرها نروح ناكل برا وبالك ناكل اون بيتزا. راني معاك.